يقال إن أحد مشايخ الدعوة من آل الشيخ جاء إليه رجال الحسبة يشكون عاملا، ما هو عامل أجنبي، كان بالأول الناس يسنون على الإبل ويسنون على البقر ويسنون على الحمير، نعم، ويسمون الذي يسوق الثانية يسمونه عاملا، ويكون معه في العادة عصا طويلة من عصب النخل جيدة، لأنه يريد أن يسوق إبلا أو بقرا أو حمرا. فجاءه قوم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر عند غروب الشمس وهو يغني، يغني وقت عند غروب الشمس الناس سبحون وهلون، وهذا يغني بأعلى صوته لأي شيء، لأن هذا يوجب أن تهملج الدواب وتسرع، الدابة تطرب للغناء كما قال الرسول رفقا بالقوارير. فتكلموا عليه، الناس يسبحون ويحمدون ويهللون في هذا الوقت وأنت رفعت صوت الشيطان، قالوا وش تقولون؟ قال هذه النقول المسوقة، هذه اللي اسمها المسوقة عصا جبر، أخذ بهم ضربا، قال أنا أسوق إبلي لأروي زرعي وأنتم تقولون أن ترفع صوت الشيطان. راحوا لأنه قوي وكبير الجسم ونشيط، تولوا عنه وجاءوا إلى الشيخ وقالوا له يا شيخ هذا الرجل الفلاني فعل كذا وكذا. قالوا وش أنتم قلتوا له؟ قالوا بس أنا هشناه ليش أنك الناس سبحون وهلون وتغني، وأنه قام على واحد منا وبالمسوق. قال طيب الظاهر أن الخطأ منكم أنتم، لكن خلوا لا تصرخوا الأمور. اليوم التالي ذهب الرجل الشيخ العالم هذا عند غروب الشمس وجاء إلى الرجل على حال يغني ويسوق الإبل، وضع مشلحه على العصا على نخلة هناك وتوضأ، وقد أذن الآن، أذن بعد ما فر من الوضوء وقد أذن. فجاء إلى الرجل وهو ذاك مغني، الظاهر ما أجاب المؤذن أو ما أجاب المؤذن، المهم أنه قال له ابن حلال ألا أدلك على شيء أحسن من هذا؟ الآن أذن، لو رحت وصليت وبعدين ترجع أنزل لك البركة، والصلاة سبب للرزق، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، المهم كلموه بهدوء. قال الله يعافيك الله يجزاك خير، كان أمس ناس ثيران، نعم أنا أفعل مثل ما أفعل اليوم، وقاموا يتكلمون علي ويقولون هذا صوت الشيطان ومدري ايش بعد، والله عجزت أملك نفسي وضربت واحد منهم، لكن الله يجزاك عني خير. ذهب الشيخ يصلي، ويوم صلى وانتهى ولا الرجل قد لحقه لكنه فاته ركعه، تركه ما قال شيء. في اليوم الثاني راح يتوضا عند غروب الشمس ولا قال له شيء ابدا، وجده في اليوم الثاني يصلي ولم يفته شيء، سبحان الله. فالمهم ان الرفق كله خير، وهذا شيء مجرب يعني، حتى لكن أحيانا الإنسان للغيرة التي عنده يثور يعجز يملك نفسه، يعني يهدئ، لأنك أنت مثل الطبيب الذي يريد أن يشق الجرح، فلا بد أن تكون بهدوء.